عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد في قناه عواطف شانيل. اليوم فيديو جديد كيف العاده، واخا طولت عليكم شويه الغيبه، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. وبغيت نسولكم على هذا الشيء اللي داز علينا، كي بقيتوا من الخلعه شويه. الله يطفي بينا يا ربي، والله يكون معنا ومع الناس اللي ماتوا، الله يرحمهم يا ربي ويوسع عليهم. كنتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. جيت نهضر لكم على واحد الكومبريمي اللي عنده علاقه بتشنجات الامعاء، والناس اللي عندهم مشكل ديال المصران، اللي كيكون عندهم ديما مشكل ديال المصران اللي كلاوها كيلقاو فيها مشكل. جيت نهضر لكم على هذا الكومبريمي هذا. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. جيت نهضر لكم على هذا انديكتون كومبريمي 200 ميلي غرام، زوين بزاف. الناس لي زاديولت من 15 عام ياخذوه. كاينين فيه لي ساشي بحال ليكيفالون ديالو بحال تريميدا تخيبيتني ساشي اي كومبريمي. كاين فيه حتى السيرول بالنسبه للوليدات الصغار، الناس اللي عندهم مشكل ديال المصران كلاو شي حاجه يقدر يكون مسمومه شي حاجه درت لهم الوجه، كذلك القنوات الصفراويه مزيان ليهم. كذلك الناس عندهم ما كدوش ليهم ما كتهضمش ليهم الماكله ولا كتضرهم في المصران ديالهم. كذلك الناس عندهم مشكل ديال المعده مرور معوي. كيف قلت لكم بالنسبه لهاد انديكتون كاين سباس ميل، كاين تريميدا، كاين تريبيتون ساشي، فين كاع لي سيرو تا هما الوليدات الصغار كيكون عندهم مشكل ديال لي غاز في المصارن. بالنسبه من تقريبا من 4 سنين حتى المهم من 4 سنين حتى الاجي تشربوهم طبيعه الحال. بالنسبه لهاد لي سيرو ديالهم كيجينا بحال التكستور ديالو ولا كيجينا بحال سنيده حبيبات بحال داك الشكل. كيف قلت لكم بالنسبه كيكون عندنا مشكل ديال لي غاز، كيكون كلينا شي حاجه وداتنا لي غاز ولا ضرتنا في المصران ديالنا كنعرفوا بلي هو الليمون زوين، والناس اللي عندهم مشكل ديال المصران ما يكثروش في الليمون. كذلك في بحال هذاك بالنسبه للمشروبات الغازيه كذلك. كيف قلت لكم بالنسبه للناس اللي عندهم لي غاز يبتعدوا من 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 المشروبات الغازيه. كذلك الليمون شويه تواكين فخ المصران. بالنسبه لهاد الانديكتون 2 ميلي غرام بحال هاد تريبيتين ساشي، وفيه لي كومبريمي جولول، في كذلك تريميدا جولول، تريميدا كذلك فيها لي ساشي. سيرو بالنسبه للوليدات الصغار زوين بزاف، كناخذو بالنسبه لي زاديت كياخذو 3 مرات في النهار باغ 3 مرات فطور غدا عشاء قبل الماكله. اي حاجه ديال المصران من احسن ناخذوها قبل الماكله. بالنسبه للسيده اللي حامله ولا كترضع من احسن انها تستشر مع الطبيب ديالها في الحاله هذه. زوين بزاف هاد الانديكتون. الناس اللي قلت لك يعانيو من تشنجات معويه، كذلك من اضطرابات في الجهاز الهضمي، المعده، وكذلك المصران. كيف قلت لكم داك المرور المعوي كيكون عندهم صعيب باش انهم كتسمع داك الصوت اللي كيكون في المصران، يعني لي غاز انها كتجمع وكتنفخ البطن ديالنا كتنفخ، يعني هذيك ملي كيكون هذاك المشكل هذاك يعني عندنا لي غاز في المصران ديالنا. ناخذوا هاد الانديكتون هذا زوين بزاف. كنتمنى من الفيديو يعجبكم وما نطولش عليكم في هذا الفيديو. كنتمنى ان الفيديو ديالي يلقاكم في صحه جيده، وان شاء الله تبارطاجيو الفيديو ديالي وتبارطاجيو القناه ديالي فضلا منكم ليس امرا، باش ان شاء الله تعمل فائده ان شاء الله، ويكون القناه ديالي متنوعه فيها نصائح لكم اللي تقدروا تستافدوا منها ان شاء الله. خليت لكم الراحه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وفي معلومات جديده. خليت لكم الراحه.